الحان عشقناها زمان غنيناها واليوم تفكرناها تشرق علينا بضياها. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام فينما كنتوا انتم كتابعوا هذا العدد الفني الجديد من برنامجكم الحان عشقناها دوما وابدا على قناتكم الثانيه دوزم، دائما معتزين بتراثنا المغربي الاصيل وبفنونه المتنوعه. واليوم غادي نمشيو للجنوب وبالضبط لسوس العالمه كيف سماها المرحوم المختار السوسي. ضيفنا الليلة هو فن الرويس، ولا شك أن هذا الفن هو فن متجدر في الثقافة المغربية منذ الجيل الأول، وتألقت فيه أسماء عديدة على مدى فترات. كنذكر منها الحاج بلعيد والحسين جانتي وعمر وهروش والحاج محمد الدمسيري. واليوم غادي نتوقفوا مع فنان من جيل الاستمرارية اللي كانت بدايته في مزودة مع بئن الضمن وأحواش، ثم التحق بمدرسة كبيرة هي مدرسة الحاج محمد الدمسيري قبل ما ياخذ طريقه يعمل بشكل خاص. كنتكلم طبعا على الرئيس وطالب المزودي. Hey!
وليني ولي زيزي حراي صنخنا يغدر نور أسن صنح والأرض غزنا ما بيغدر نور أسن صنح والأرض غزنا يغدر نور أسن صنح والأرض غزنا بيش البلاد ما من كاسي دي دي قالوا قدر حينو دياي كل تنسان ويبرينا حينو دياي كل تنسان ويبرينا في القيقوي نغله من غباب الصحة في القيقوي نغله من غباب الصحة سنات نور زري غورة تيلي غض الخطر سنات نور زري غورة تيلي غض الخطر سين ماني زيد دوسم ونزد الغيبت سين ماني زيد دوسم ونزد الغيبت ديز دي في ساتني وينجلو لحت ديز دي في ساتني وينجلو لحت سلي غري غامودو إنا ينيا وينشم سلي غري غامودو إنا ينيا وينشم في الغاز دي زوراني غاز نوايهن يكون السوسية المتنوعة هي أنغام محببة سواء بأنغامها أو مقاماتها أشلحي وإمكل وغيرها عندها حلاوة خاصة خاصة إلى تغنات بصوت قوي وجميل مثل صوت الرئيس أطالب المزودي تبارك الله عليك مرحبا بك معنا السلام عليكم نشطينا وعليكم السلام نشكرك أسانا وكنشكر دوزيم اللي عطتنينا هذه الفرصة باش نشجعوا الثقافة ديالنا وهي اللي كتشجع الثقافة بارك الله ديالنا ديال المغرب من طنجة التلاقوير الحمد لله تبارك الله عليك سيدي بنت أنضم وكانت انطلاقتك من مزودة بالشعر مع أحواش بغينا تكلمنا على هذه المرحلة في حياتك أنا بديت في أحواش في مزودة تمازيرت هي مزودة قليمة شيشوة هذيك الساعة كانت قليم مراكش دابا ملي كاين العمالة زادوا شيشوة وبيريمين تانوت وديك هذيك البلاد بارك الله فيها الشعراء بزاف خصوصا مزودة عندك مزودة عندك دويراني من تانوتا مزميز متوقع كل شيء إسكسوان
هذيك البلاصه ديال الشعراء. وكبرت معنا في الاصل الوالد ديالي داير الفرقه ديال احواش. انا عقلت الوالد ديالي وعمامي وفاميلتي والدوار وكل شيء. عائله فنيه تبارك الله. العائله فنيه الحمد لله. وبديت في هذا الشيء ديال احواش في السبعينات. الاول ديال 70 69 70 بديت في احواش. وكنت البدايه بديت بالبندير. هذيك البندير باش بديت، ولكن يلا ما تعطلت شويه كنت حتى انا كندير الكلمات وكندير الشعر في احواش. مرحله مهمه في حياتك رئيس أطلب هي فاش اشتغلتي مع واحد من اكبر الروايس، وهو الرئيس محمد دمسيري اللي توفى هذه تقريبا الله يرحمه هذه 27 سنه، واللي انضم في مختلف المضامين. بغيناك باش تتكلم لنا على هذه المرحله بالذات من حياتك الفنيه. هذيك المرحلة مشات دازت ساعتها لا تعوض، هذيك الساعة دازت الحمد لله وتعلمنا منها ودينا منها الفايدة. كانت هي المدرسة ديالك؟ ايوا كنت مع الحاج محمد، خدمت معاه تبارك الله سنين، ورقية الدمسيرية حتى هي خدمت معاها، وخدمت مع الحاج عمر وهروش، خدمت مع عبد الله بن دريف المزودي، خدمت مع الرئيس سعيد شتوك، خدمت مع مسكين، خدمت مع بويزماون، كل شيء هاد الناس تبارك الله من دراسة ديال تير الرويسة. هذوك الناس اللي كاين فيهم الناس اللي ماتوا سعيد الله يرحمه، عبد الله وهروش على بن سير، باقي بويزماون الله يخليه لينا، والحاج مهدي حتى هو راه باقي تبارك الله عليك، اعتزل من المهنه باقي حي. وانت من جيل الاستمراريه، وبفضلك غادي يستمر هذا اللون الفني الجميل. مشاهدينا غادي نبقاو مع فقره ثانيه من فن تير رويسة الجميل مع الرئيس. أدرار ولا زغاري
متعة الأغنية سوسية حاضرة بقوة في هذا الخاص من برنامجكم ألحان عشقناها. تبارك الله عليك الرئيس وتبارك الله الفرقة ديالك. الرئيس أطالب على غرار أستاذك محمد الدمسيري، تخصصتي في أكثر المواضيع الاجتماعية والملتزمة، علاش هذا الاختيار؟ ايوا داك الاختيار، حيت انا ملي بديت في هذه المهنه لقيت الحاج الله يرحمه كيهضر بزاف على دوك الحوايج، وتبعت هذيك الطريقه ديالو وعجبتني. هذاك هو الاختيار ديالي، وكيهضر بزاف على المواضيع ديال الاجتماعيه باش كان اللي كنعيشوا حنا مغاربه، وكيهضر على الحقوق الامازيغيه، وكيهضر على حقوق الانسان، وكيهضر على الفلاحه، يهضر على البلاد، يهضر على اي حاجه، ما كيخلي اي حاجه، اي موضوع كيهضر عليه الحاج الله يرحمه. الرئيس أطالب، الفنان اللي غادي يغني هذا اللون الفني خاص توفر فيه بعض الشروط، شنو هي في رايك؟ هذوك الفنان اللي عقلنا احنا بحال الدمسيري وهروش سعيد اشتوك جمال حميدي ودوك كانوا الشعراء وعقلناهم دازوا في احواش بحال هاد الطريقه ديال الا بغيتي تهضر على الاغنيه الملتزمه وتهضر خصك ضروري تدوز من احواش، تدوز من اسايس، حيت اسايس ما كتكونش عندك الوقيته باش تصوب فيها الكلام. الشاعر كيقول لك الكلمه من تما خصك ترد ليه الجواب بالصوره، كترتجل. هذيك هي الطريقه، لان يعني سرعه البديهه ويكون عندك القابليه انك تنظم. الله يجازيك بخير. بحال دابا الشعراء ديال سوس دابا اللي كان داير معاهم حواش دابا حد الان نيت مع الحسن جماع ولا يحيى ولا عابد ولا ازوليد ولا دوك الشعراء، حتى هما الطريقه اللي كنخدموا معاهم مولاي الغالي ولا كله الدري ديال تازن ديال تازن اختو ديال تاليوين او لوز المنطقه ديال سوس بن وكريم، هاد الناس هاد الشعراء زعما الا كانوا في الفرح زعما والعرس والمهرجان هما كي داك الشعر ديالهم كيديروا في بلاصه. هاد الشيء حنا علاش تربينا من والدينا من الصور، هاد الشيء تربينا حنا في اسايس اللي كنقولوا لي حنا في الاحواش في العراس ولا الفيشطات اللي كيكونوا ولا عيد العرش ديال سيدنا، ولفنا داك الشعر حنا خص الانسان كتقلب باش يقول لك يجبد منك شي حاجه ولا يجبد منه شي حاجه باش يعطيك شي كلمه خصك ترد ليها الجواب. هذا هو الطريقه اللي زعما الروايس اللي تبعوا هذه الطريقه ديال الاحواش راه كينجحوا في ذوك القصائد ديال الملتزمه وديك الطريقه. نتمناو الفن تيرويسا النجاح والاستمراريه، وتعطينا الساحه روايس اخرين اللي يضمنوا استمراريه هذا الفن الجميل. ختم سي أطالب غادي يكون معك، وكنشكرك طبعا على حضورك. اما انتم مشاهدينا فكنقول لكم تسنونا في عدد جديد مع ضيف جديد ولون فني جديد دوما وابدا مع برنامجكم الحان عشقنا. I'm